اتفضل استريح لو سمحت، دقيقة واحدة. السيد قائد الطابور من فضلك جمل سلاح واديني فرصة دقيقتين بس. اتفضل. طابور خريجين. جنبين سلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمحوا لي إن أنا أرحب بكل السادة الحضور، الأسر اللي موجودة، برحب بيكم أهلا وسهلا. وأيضا اسمحوا لي إن أنا أهنيكم بتخرج أبنائكم وبناتكم، ألف ألف مبروك. أنا يمكن حبدأ كلمتي اللي يعني اللي مش متخططة ديت بكلمة للأسر، أسر الشهداء الأول الحقيقة يعني، وكلامي ليهم كله احترام وكله محبة، كل احترام ومحبة. احترام للعطاء اللي اتقدم لأجل خاطر بلدنا وخاطر شعبنا. وأنا عايز أقول لكل الأسر اللي موجودة، يمكن شايف بعضهم موجودين هنا معانا، أو حتى اللي بيسمعونا دلوقتي، اوعوا تفتكروا، والكلام ده يمكن أنا قلته قبل كده لكن بأكده، اوعوا تفتكروا إن الدماء اللي قدمت والأرواح اللي راحت عند ربها ديت تمن بسيط. اولا في رقبتنا احنا كمصريين كلنا وفي شعب مصر كله، وايضا عند الله سبحانه وتعالى. وانا الكلام ده كررته وقلته قبل كده وبقوله تاني، خلي بالكم انتم كنتوا سبب في ابنائكم او ازواجكم اللي انتم قدمتموهم. انا بتكلم على كل الشهداء من كل القطاعات اللي تقدموا، كانوا سبب في اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. اللي انتوا شايفينه ده كان تمنوا أرواح ودماء أبناء وبنات لينا، أبناء مصر. تمن غالي صحيح قوي والله، لكن كمان إن يكون التمن ده حماية وتأمين واستقرار أكتر من 100 مليون، مش بس في أمانهم وسلامهم، لا حتى في مستقبلهم. البلد لو كانت راحت ما كانش هيبقى فيه مستقبل لحد خالص خالص. مش هقول ما تزعلوش ومش هقول ما تتألموش، لا، بس احنا معاكم، وقبل احنا ما نكون معاكم ربنا موجود معاكم، ربنا موجود معاهم. وخلي بالكم الشهيد عند ربنا حاجة جميلة قوي والله، والله الشهيد عند ربنا حاجة جميلة قوي. يعني اللي بيعطيه وبيعوض عليه وعليكم هو ربنا سبحانه وتعالى. دي يمكن الكلمة اللي أنا حبيت أبدأ بيها كلامي، عشان كلنا كمصريين ما ننساش. الأمور الحمد لله رب العالمين اتحسنت كتير قوي وبفضل الله سبحانه وتعالى. كل يعني التهديدات والإرهاب بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبناء مصر من الشرطة ومن الجيش ومن كل قطاعات الدولة، الحمد لله احنا في مكان كويس قوي ولسه. طيب، مطلوب مننا اكتر من كده؟ مطلوب مننا احنا نعمل اكتر من كده كمصريين، عشان نقدم احنا من جانبنا الوفاء لهذه الدماء اكتر من كده. فمرة تانية كل التحية وكل المحبة وكل الاحترام وكل التقدير ليكم، لارواح شهدائنا والمصابين والاسرهم، وربنا سبحانه وتعالى يعني يجازيكم خير الجزاء فيهم، واحنا لن ننساكم ابدا،
لن ننساكم أبدا إن شاء الله.